السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتدور على سماعة في فئة سعرية أقل من 1000 جنيه، يبقى سماعة ترون سمارت النهاردة ليك. النهاردة معانا أفضل سماعة بلوتوث في الفئة السعرية اللي أقل من 1000 جنيه، وفعلا السماعة دي من أفضل أنواع السماعات واللي بتدي لك أداء ممكن تديهولك سماعة ب2000 جنيه. ركزوا معانا في الشرح وهقول لكم على سعرها آخر الفيديو. بسم الله، كده هنبدأ نفتح معاكم العلبة. اهم ما يميز سماعات الترون سمارت الاداء العالي اللي بتقدمه لك في المكالمات الصوتيه. تصميم السماعات بيشبه تصميم سماعات الايفون الايربودز واللي بيفضلوا ناس كتير. السماعات بتكون ثابته في الودن بشكل كويس ومش بسهوله تقع من ودنك. فكل سماعة فيها 2 مايك، مايك للمكالمات والمايك الثاني لعزل الأصوات اللي بتكون حواليك أثناء المكالمة علشان الطرف الثاني يسمعك بكل وضوح. تصميم السماعات بيكون مقاوم للعرق ورزاز المية، لكن طبعا ما ينفعش تنزل بيها المية بشكل كامل. بالنسبة لبوكس السماعات من البلاستيك اللامع وبيكون بحجم صغير باللون الأبيض أو الأسود، وفي نص البوكس هتلاقي جزء من الكريستال واللي فيه 4 لمبات ليد بتبين لك نسبة الشحن في البوكس. لكن العيب اللي في البوكس هو الباب، وهو انه خفيف وبيقفل بسهولة جدا، وده ممكن ما يكونش مشكلة عند كتير مننا. وبالنسبة لزرار التحكم، خبطة وتفضل دايس 5 ثواني لو عايز تقفل سماعة فيهم، ولو عايز تشغلها خبطة وتفضل دايس 3 ثواني. عايز توقف التراك او الفيديو اللي بتتفرج عليه، خبطتين سواء على السماعة اليمين او الشمال. التراك اللي بعده خبطة وتفضل دايس 2 ثانية على السماعة اليمين، خبطة وتفضل دايس على السماعة الشمال هتجيب التراك اللي قبله، ولو فيديو هتجيب الفيديو من اوله. خبطة على اليمين تعلي الصوت، خبطة على الشمال توطي الصوت درجة. ترد على المكالمات او تقفلها خبطة سواء على اليمين او الشمال. عايز تكنسل خبطة وتفضل دايس 2 ثانية على اليمين او الشمال. اول ما هتفتح البلوتوث وتعمل اتصال هتظهر معاك بالاسم ده، ولكن بعدين في المرات اللي بعد كده كل اللي هتحتاجه انك هتفتح البوكس فقط وهو هيعمل اتصال مباشرة وانت فتح البلوتوث. والسماعة بين السماعات والموبايل بتوصل ل15 متر بدون تقطيع. السماعات في الموسيقى اداها مرضي جدا، هتسمع الاغاني بشكل كويس جدا مع دبة البيز. لكن في المكالمات اداء السماعات كويس جدا جدا وبيتفوق على اي سماعة في الفئة السعرية دي. يعني نقدر نقول أداء السماعات في الموسيقى 7/10 وفي المكالمات 9/10. كمان ممكن تستخدم كل سماعة وحدها أثناء المكالمات أو الموسيقى. صوت السماعة في الألعاب مقبول، بس ممكن تلاقي تأخير في لعبة زي ببجي حوالي 0.5 ثانية وممكن ما تحسش بيه. ومعروف إن سماعات البلوتوث لازم يكون فيها تأخير في نقل الصوت. أما عن البطارية، فكل طرف سماعة فيه بطارية بقوة 40 ملي أمبير، والبوكس فيه بطارية بقوة 400 ملي أمبير. يعني السماعة الواحدة ممكن تقعد معاك حوالي 3 ساعات متواصلة مكالمات برا البوكس بصوت عالي، وممكن تشحنها في البوكس حوالي 3 أو 4 مرات، وفي المرة الواحدة هتتشحن معاك السماعة داخل البوكس بشكل كامل في حوالي ساعة. أما البوكس بياخد حوالي 1.5 ساعة على ما تشحن من 0 إلى 100%. واللي لازم تعرفه كمان إنك مع الاستخدام المتوسط البوكس ممكن يقعد معاك من غير ما يتشحن حوالي 3 أيام. صوت المايك الخاص بالسماعات صوت نقي خالص، يعني الصوت نفسه حلو خالص، وكمان هتلاقيه معاك في المكالمات يعني حلو وبينقي الصوت. سعر السماعة على نون بحوالي 750 جنيه مصري، وممكن تاخد كوبون خصم 50 جنيه على سعرها، يعني هتاخد السماعة ب 700 جنيه مصري. ولغاية هنا بينتهي معاكم الشرح. ياريت لو عجبكم الشرح والفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير، ونشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.